التأثير ده الإيجابي على الجمهور إنه يرجع للشكل اللي إحنا نحب نكون عليه كلنا في مجتمعنا المصري زي. هي ثقافة اتنقلت لنا من المسؤولين زي ما قلت لحضرتك. يعني إحنا على مدار السنين، يعني أنا أهلاوي بالميراث، فاتعلمت من أبويا، اتعلمت في المدرج، اتعلمت من صحابي، حبيت في الأهلي مبادئه واليوتوبيا بتاعته، فإحنا كلنا كنا كده. فمهمة من قناة الأهلي إنها تبتدي تحيي هذا عشان الناس تفهم يعني إيه الأهلي. لأن النهاردة لو الأهلي النهاردة كورة ومكسب وخسارة، خلاص أنا النهاردة الأهلي بيتغلب هروح أشجع ريال مدريد، بعد بكرة أشجع. القصة مش كده، إحنا عندنا الأهلي يعني انتماء لكيان كبير بالظبط. فطبعا هنا هوت مثلا هدي الحركة مثال، إحنا من 10 أيام أو 20 يوم كابتن خطيب طلع عمل نداء للجمهور في المباراة بتاعته. رد فعله كان إيه؟ التزام في مباراة يعني البطولة الأفريقية. إزاي النهاردة يعني حاجة زي كده هوت، مش بس قناة الأهلي، الإعلام نفسه ما سلطش الضوء عليها. دي طاقة نور اتفتحت. يعني حضرتك فاهم قصدي إزاي؟ يعني معنى كده في رسالة بتقول إن لما بيطلع حد زي كابتن الخطيب يقول للناس يا جماعة يا ريت تلتزموا، الناس بتلتزم. يبقى في دور على كلام حضرتك، معناه إنه يجب أن يكون هناك مساهمة من كل النجوم الكبار من أجيال مختلفة. تمام. اللي هم رموز عند الجماهير ومؤثرين في وجدان وثقافة الجماهير. تمام. إنهم يشاركوا معنا في الفترة دي من خلال قناة الأهلي ومن خلال الإعلام الرياضي. وخلي بالك بالممارسة يعني أنا أوريدي كنت في مع رابطة شجاعي الأهلي، بالممارسة القيادة هي اللي بتفرق. يعني هم نفس الشباب كانوا ملتزمين، كانوا رحنا لقيناهم شتايم ولا آخر الكلام ده كله، لما قلنا لهم يا جماعة ما يصحش الأهلي ويشتم، قعدنا سنتين ثلاثة ما بيشتمش. إذن الموضوع هي عبارة عن قناعات مش أكتر. حضرتك فاهم قصدي إزاي؟ فإحنا محتاجين وعلينا دور، علينا دور في أكتر من حاجة. أولا النادي الأهلي أكبر وأعظم، أي أهلاوي أكبر وأعظم كتير إن هو يتدنى بأخلاقياته في أي وقت من الأوقات، لأن ده مش مجالنا، ده مش ملعبنا، الملعب ده مش بتاعنا، إحنا بنكسب في حتة تانية خالص. وما عنديش يعني ما عنديش الاستعداد إن أنا مش عايز أنتصر في الحتة دي، أنا مش عايز إن أنا أنتصر في المنافسة اللي أنا عايز أروح لها يعني. ده مش مجالي خالص. أنا بالعكس أنا 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 بتاع مبادئ وبتاع النهاردة روح رياضية واحترام واحتراف وإدارة بشكل عام. مش معنى ده إن أنا هفرط في حقوق الأهلي، ولكن مش بالضرورة إن أنا عشان أجيب حقوق الأهلي إن أنا يعني تجاوز. أكون شخصية مش فده المقصد، وده اللي احنا محتاجين ان احنا ننقله للناس. طيب عايزين نوضح من خلال وجهة نظرك، كلامك مهم جدا يا استاذ خالد، وبينقلنا لقضية او بعد تاني مرتبط بنفس الموضوع ده. فكرة الاستثمار في انشاءات ضخمة وتشييد استادات ومنشآت رياضية ضخمة في مصر والوطن العربي النهاردة، محتاجين وعي وادراك الجمهور ان ده مرتبط بحجم الحضور الجماهيري والمشاركة الجماهيرية في النشاط. لأن مهما كان حجم الشركات العالمية والدولية وقدراتها وتمويلها وإمكاناتها، لا يمكن تستثمر في بلد لسه عندها مشكلة في الحضور الجماهيري وفي الانضباط الجماهيري. تمام. عايزين نوضح النقطة دي ودور الجماهير فيها في الفترة الجاية. والله بص حضرتك، يعني خلينا نقول ليه البراند بتاع الأهلي براند قوي، وليه دايما الرعاية بتاعته بتبقى رقم كبير. هو لأن مردود الانتماء بتاع الجمهور لهذا. يعني أنا النهاردة في بيتي عندي فعلا مش زار، يعني الحاجات اللي النهاردة الأهلي بيترعى هي دي اللي بتخش البيت، وهتلاقي معظم الأهلاوية كده. فهتلاقي فيه انتماء لهذا، هتلاقينا بنحيي هذا. وده مهم جدا، لأن هو ده الدخل اللي بيخش للنادي علشان انا انبسط. لو بصينا على الجانب الاخر بتاع الاستثمارات واللي بيحصل في الوقت الحالي، طبعا يعني طبعا في استثمارات كبيره دخلت دلوقتي في مجال الرياضه في الوقت الحالي، ولكن انت بتستثمر لمين؟ ما هو لو الجمهور مش موجود يبقى انت النهارده في صاحب الفرح مش موجود، اللي هو انت اللي بتعمل الحاجه دي عشان في سلعه مش هتباع. لا، وانت بتعمل الكلام ده لمين؟ يعني في الاخر احنا بنعمل تمثيليه، انما انت لو عايز المسرح فعلا بالجمهور. حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ عاده يعني ايه المسرحيات المسجله بتبقى دمها مش خفيف. انت دايما لازم تبقى في لايف، الصوت، العرق، الباشن، تفاعل الجمهور مع الممثلين. ده 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 هو ده. يعني هو الناس بتعمل كاس العالم في المدن، وناس بتقوم وبالملايين بيتحركوا من مدن لمدن والكلام ده كله.
دي لغة تواصل ولغة يعني صناعة. فانت الصناعه دي بتعملها لمين؟ يعني حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ فطبعا الجمهور طرف اصيل في هذا الامر. وفي نجاح اي مشروعات رياضيه بالتاكيد. وما انا بقول لحضرتك النهارده قيمه الاهلي بالنسبه كبراند جمهوره. حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ فاذا النهارده ده امر لازم يتحسب كتسويق. انا النهارده لما باجي ابص على البراند بتاع الاهلي انا النهارده بقول والله بقيمه برقم، ببص على براند نادي تاني بقيمه برقم. هل الكلام ده معناه يا استاذ خالد ان النهارده الظروف المحيطه بينا وبمجتمعنا ومحدوديه الحضور الجماهيري او غياب الحضور الجماهيري الانديه الجماهيريه وفي مقدمتها الاهلي، الاهلي هي الاكثر تضررا منها؟ بالتاكيد. ده امر ده مش بس ماديا، طبعا ده ماديا ومعنويا وفنيا في الملعب وفي نفس الوقت انت بتخسر حاجه رئيسيه. هو النهارده قيمه الـ 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 قيمه الـ 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 البطوله في ايه وقيمه اللعب في ايه؟ في الجمهور اللي موجود ده. هو مفهوم. هنرجع نكمل كلام.